سبسكرايب في التشانل وفعل الجرس عشان تساعدنا نستمر في دعم انديتنا الجماهيريه عصب الكوره المصريه. الزمالك بيخرج من قبل نهائي بطولته المفضله، من قبل نهائي كاس مصر الموسم الماضي امام نادي بيراميدز بضربات الترجيح. نادي الزمالك بيواصل مستواه الكارثي بقاله فتره. خلونا نبدا كده من بدايه هذا الموسم. نادي الزمالك خسر كاس لوسيل اللي جمعت ما بين بطل مصر وبطل السعوديه، بعد كده خسر كاس سوبر المصري امام النادي الاهلي، واليوم بيخرج من كاس مصر امام نادي بيراميدز وبيخسر ثالث بطوله له من بدايه هذا الموسم. الزمالك النهارده بيخسر بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي للمباراه بالتعادل الايجابي 1-1. تقدم ليه نادي الزمالك في الشوط الاول حسام عبد المجيد، ورغم تعرض علي جبر مدافع نادي بيراميدز ليه حاله طرد بعد الجون بدقائق قليله، يعني نادي بيراميدز لعب اغلبيه الشوط الاولاني والشوط الثاني والثالث والرابع ناقص لاعب، رغم كده استطاع نادي بيراميدز انه يتعادل في الشوط الثاني عن طريق وريد الكارتي، وبعد كده خسر نادي الزمالك بضربات الترجيح. احمد سيد زيزو المفروض نجم نادي الزمالك الاول ونجم منتخب مصر الاول في تسديد ضربات الجزاء سدد الكره بانينكا. زيزو قرر ان هو يسيب كل الخيارات اللي قصاده، زيزو داخل بمشاعر ما يزيد عن يعني مش عايز اقول 20 30 40 50 مليون زملكاوي، زيزو والدنيا كلها مقلوبه زيزو، والزمالك واضح ان هو بعيد عن مستواه في هذه المباراه، واضح ان المباراه رايحه ناحيه نادي بيراميدز، بيلعب بمشاعر كل الجماهير وبيحط الكره بطريقه غريبه. الشناوي وقع، لكن من كتر ما الكره بطيئه قدر يلعبها برجله ويطلعها من المرمى. بعد كده ما حدش ضيع من الفرقتين لغايه ما ضيع شيكابالا ركله الترجيح الاخيره علشان يخسر نادي الزمالك في هزيمه غير متوقعه طبقا لاحداث المباراه. خلونا متفقين ان جميع الاطراف داخل نادي الزمالك مذنبه، مجلس اداره نادي الزمالك، الجهاز الفني لنادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك، وبعض المنتمين اسما لنادي الزمالك. خلونا نبدا بمجلس الاداره. من بداية هذا الموسم وفي كلام عن ملف التدعيمات وان ملف التدعيمات ما تمش بشكل جيد بداية هذا الموسم. حتى الان في فترة الانتقالات الشتوية لم يتم تدعيم نادي الزمالك بالصفقات اللي واضح ان نادي الزمالك محتاجها. من فترة قليلة طبعا كلنا فاكرين المشكلة الكبيرة اللي حصلت ما بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور واحمد فتوح وعبد الله جمعة لعيبة نادي الزمالك، واتهمهم انهم بيحششوا، وطبعا ده كلام عمل ازمة كبيرة جدا محدش بيتكلم عنها للاسف الشديد داخل فرقة وصفوف لعيبة نادي الزمالك. يعني لما يلاقوا رئيس النادي بيقول ان في اتنين لعيبة زمايلهم بيحششوا ويدخلوا في مشكلة ولجنة المنشطات تتدخل والمواقع والقنوات تسخن الدنيا، طبيعي اللعيبة مش هتحس بالامان وهي بتلعب. نخش على الجهاز الفني بقيادة بروفيسور جوزفالدو فيريرا المدير الفني المميز بكل تأكيد. مش ممكن يعني او مش معقول بعد كل الاشادة اللي خدها جوزفالدو فيريرا الموسم الماضي من جميع المتابعين لكرة القدم المصرية يتحول السنة دي لمدرب سيء، لكن بالتأكيد بالتأكيد سوء الاداء اللي فيه نادي الزمالك في هذه الفترة بالتأكيد جوزفالدو فيريرا له دور. جوزفالدو فيريرا قرر فجأة هذا الموسم تغيير الخطة اللي كانت ماشية بشكل رائع مع نادي الزمالك من الموسم الماضي لما قرر ان هو يتحول ليها طريقة 3-4-3، لعب فجأة السنة دي زي ما لعب فجأة السنة اللي فاتت 3-4-3 ومشيت معاه، السنة دي قرر التغيير فجأة ل 4-3-3 او 4-2-3-1 التقليدية. فجأة انحدر اداء نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان نادي الزمالك النهاردة بيفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، خسر من اسوان، اتعادل مع الداخلية في الثانية الاخيرة، اتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا، والنهاردة بيخسر من بيراميدز بركلات الترجيح، اربع مباريات بلا فوز. لعيبة نادي الزمالك بالتأكيد بتشارك في الحالة الصعبة اللي وصل فيها فرقة نادي الزمالك. يعني مش هقول اقل يعني مثال على هذا الموضوع، من يومين في عقوبة وقعها امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة نادي الزمالك على الثلاثي مصطفى شلبي ومحمد صبحي وعبد الله جمعه، علشان قبل مباراه مهمه بساعات حاطين صور ليهم على السوشيال ميديا وهم بيعملوا جلسات ليزر، بيعملوا ازاله للشعر وحاجات غريبه مستفزه للجماهير اللي اصلا هي على شعره مستحمله. بعض المنتمين اسما لنادي الزمالك، وهنا بخص بالذكر الاستاذ ممدوح عباس اللي المفروض له مديونيه كبيره جدا على نادي الزمالك بيستخدمها بمزاجه، لما يكون اللي موجود فيه المسؤوليه مش على هواه يقول للزمالك هاتوا فلوسي، لما يكون على هواه ياجل الموضوع بل ممكن يساهم كمان في مساعده فرقه كره القدم.
هل ده حب يا استاذ ممدوح لنادي الزمالك؟ هل تعطيل مستحقات لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك وكل ما يتعلق بنادي الزمالك، هل ده حب؟ انت كده بتثبت انك زملكاوي؟ طبعا حضرتك من ضمن المذنبين داخل نادي الزمالك، والنتيجه زي ما احنا شايفين انحدار في مستوى الفريق في كره القدم، خروج زي ما قلت لكم من 3 بطولات هذا الموسم، الوصول لانك تكون في المركز الثالث حاليا في بطوله الدوري المصري لبطوله انت حامل لقبها لموسمين ماضيين، وفي نفس التوقيت جميع الالعاب تقريبا بتتعرض لانتكاسه داخل نادي الزمالك سواء العاب الجماعيه او الالعاب الفرديه. طبعا المباراه القادمه يوم السبت القادم مباراه القمه اللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي الاول الزمالك الثالث، الفرق ما بينهم 5 نقاط، بالتاكيد مباراه صعبه وخطيره وجايه في وقت صعب جدا، اعتقد والله اعلم انها هتكون الفرصه الاخيره لبروفيسور جوزفالدو فيريرا. بغض النظر عن اي شيء، يجب ان اداره نادي الزمالك تحل الامور بهدوء بعد كده، بعيدا عن العصبيه وبعيدا عن تفجير الاوضاع. اتمنى ان اللعيبه تخش بكره في معسكر مغلق علشان يقفلوا على نفسيهم قبل مباراه القمه الصعبه، ويبعدوا عن اي مؤثرات خارجيه ممكن تحصل، واتمنى من الجهاز الفني ان هو يحاول يهدي الامور على قد ما يقدر، ويحاول يرجع للطريقه اللي حقق بيها النجاح، ويحاول يسمع للي حواليه. في نفس الوقت يجب ان لعيبه نادي الزمالك تعرف ان هم عليهم حمل كبير جدا ومسؤوليه كبيره جدا، اسم كبير جدا بيلعبوا تحت علمه وتحت اسمه، اسم نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك حقق بطوله الدوري في الموسمين الماضيين في ظروف اصعب من كده بكتير، علشان كده الناس مستغربه جدا اللي بيحصل في نادي الزمالك هذا الموسم. السنه دي رغم ان التدعيم في بدايه الموسم ما كانش هو السوبر، لكن الزمالك على فكره ضم لعيبه كويسه برده في الاخر، هو كان منتظر افضل من كده بالتاكيد، لكن في النهايه ضم لعيبه كويسه، يمكن يكون نادي الزمالك هو اكتر الانديه اللي ضمت لاعبين، لكن في النهايه المردود سيء اسوأ من الموسمين الماضيين، وده بيحط علامات استفهام كبيره جدا داخل كل شيء داخل نادي الزمالك. انا متاكد باذن الله من قدره اداره نادي الزمالك على لم الاوضاع، متاكد ان امير مرتضى منصور باذن الله يقدر يلم الدنيا على قد ما يقدر، هو بيملك قدرات إدارية كبيرة جدا، على شرط ان مجلس إدارة نادي الزمالك يفوض له كل ما يخص فرقة كرة القدم، وهو اللي يتخذ القرارات المناسبة سواء بقى عقوبات على اللاعبين او حتى قعدة مع فيريرا ومعرفة اسباب تراجع مستوى نادي الزمالك لهذا الشكل. بيراميدز النهاردة بيلعب ب10 لاعبين، ورغم كده نادي الزمالك عاجز عن الوصول لمرمى احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز، اللي عمل مباراه كبيره قوي النهارده طبعا، واستطاع ان هو يفوز بنادي بيراميدز بضربات الترجيح، وانقذ كره من حسام عبد المجيد في الثانيه الاخيره، كانت يعني خلاص هتقصي بيراميدز من المباراه النهائيه، لكن في النهايه احمد الشناوي كان موفق النهارده وقدر يرد على مسؤولين نادي الزمالك اللي دايما بيهاجموه. في النهايه هي كره قدم فيها كسبان وفيها خاسر، لكن اللي انا دايما بتكلم فيه هو انك تخسر ويكون شكلك وحش داخل ارض الملعب. بالتوفيق للقلعه البيضاء فيما هو قادم باذن الله. اول مره تشوفني هتعمل سبسكرايب في الشانل، هتفعل الجرس، هتعمل لايك للفيديو، ودائما وابدا ستبقى انديتك الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليك والسلام عليكم.